لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. موضوع النهاردة في نقطتين. أول نقطة، انظر إلى السماء. النقطة الثانية، تمسك بالرجاء. أول نقطة، انظر إلى السماء. معنى كلمة زكى البار أو المزكى. قبل ما يقابل السيد المسيح ما كانش اسم على مسمى، لكن لما قابل السيد المسيح أصبح زكى اسم على مسمى. زكى لما بدأ حياته كعشار دفع كل ما يملك علشان ياخد هذه الوظيفة، ولما شاف السيد المسيح رد كل ما يملك ليتخلص من هذه الوظيفة. ليس المهم من تكون، ولكن المهم كيف ستكون. زكى كل ما كانت فلوسه بتزيد على الأرض كان ديونه في السماء بتزداد. زكى لما عرف السيد المسيح انسجم العقل مع القلب. زكى لما عرف السيد المسيح انتقل من الموت إلى الحياة. زكى لما عرف السيد المسيح لم يهتم بالمال بل بالخلاص. زكى لما عرف السيد المسيح زادت محبته للناس. فاذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى، والتي إني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. النقطة الثانية، تمسك بالرجاء. مين يتوقع إن رئيس عشارين يكون لي نصيب في السماء؟ الرجاء والتفكير الإيجابي هما اللي وصلوا زكى للسماء. فيلبس لما تقابل مع ناثنائيل، هل في أمل لناثنائيل؟ فيلبس قال لناثنائيل تعال وانظر، جرب، دوق، تمتع. الخط المستقيم هو أقصر المسافات بين نقطتين، والكلام المستقيم أجمل الطرق بين قلبين. بين الفشل والنجاح جسر يسمى الإرادة. ده اللي نجح فيها زكى النهاردة، إرادته قوية جدا. أي نجاح مرهون بقوة الإرادة. زكى لم ينهزم أمام كثرة المشاكل، إرادة قوية. تشدد وتشجع ولا ترتعب، لأن رب إلهك معك حيثما تذهب. نجح زكى في أن تكون لحياته قيمة ومعنى. زكى بيقول لكل واحد فينا النهاردة، هل عندك استعداد للتغيير؟ زكى بيقول لكل واحد فينا فتش عن الحلول، فتش عن مخرج للمشكلة. العالم الخارجي بيستخدم التكنولوجي يذهب لبعيد عشان يكتشف مجرات، والإنسان ما عندوش وقت يكتشف نفسه. ادخل إلى ذاتك تكسب ذاتك.